مجموعات مش كبيره في الجامعه. انا يعني ولانها المجموعات مش كبيره فاحنا في احتياج لجامعه. يعني لو اعتقد لو المجموعات كبيره، لو بنتكلم عن مجموعات سياسيه داخل الجامعات بالالاف، كان ممكن كل مجموعه سياسيه تشتغل لوحدها، وفي الاخر شغل الجميع هيبقى له تاثير جوه الجامعه. لانه الناس المجموعات مش كبيره فاحنا في اشد الاحتياج لهذه الجامعه. واعتقد يعني واحنا في 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 قبل الانتفاضه، طبعا الانتفاضه علت، الانتفاضه الفلسطينيه علت جامد الشغل في الجامعه. قبل الانتفاضه بشهور كنا يعني بندور على بعض في الجامعه، اللي هو اثنين نصريين واثنين شيوعيين وواحد نص ليبرالي نص كذا، عشان نقدر نتلم على بعض ونعمل نشاط جوه الجامعه. وبالتالي كل ما حاله الحاله السياسيه ضعيفه فالناس في حاجه اكتر لان هي تتحد وان هي تشتغل وتعمل عمل مشترك ما بينها وما بين بعض عشان تقدر تنجز حاجه في الوضع. الحاجه الثانيه، الجبهه طريق الثوره جابت افراد ومجموعات، مش بس جابت مجموعات، بمعنى انه هيبقى في استمارات عضويه لهذه الجبهه. الطالب اللي مش عايز يدخل حركه سياسيه وعايز يناضل على قضايا ثوريه ينفع انه يدخل هذه الجبهه، جبهه طريق انتصار الثوره، وعلى مشروع سياسي حد ادنى ما هواش ايديولوجيته واحده، بمعنى انه ما هواش برنامج ليبرالي كامل ولا برنامج يساري كامل، برنامج حد ادنى من المطالب الديمقراطيه او المطالب العداله الاجتماعيه، وبالتالي برنامج قريب كده الاهداف ومطالب الثوره العامه من غير ما يبقى واخد صبغه ايديولوجيه معينه. فانشاء هذه الفروع على الجبهه داخل الجامعات من الطلبه حاجه في غايه الاهميه. ولانه هذا الكلام اللي كان بيقولوه الزملاء، في حاله احباط في وسط، انا رايي ان حاله الاحباط موجوده في وسط المجموعات السياسيه مش في وسط الحركه الطلابيه اللي بتتحرك بعفويه وبقوه. يعني اللي مفيش حد بيتضرب في الشارع دلوقتي غير جنب الاسلاميين غير طبعا والعمال، طبعا عمال بيتضربوا من بدري، بس بتكلم في التحركات السياسيه. بشوف طلبه المعاهد الفنيه عند مجلس الوزراء بيتضربوا بالغاز، طلبه الثانويه العامه في اسكندريه بتقبض عليهم، جامعه القاهره مش عارف النهارده ولا امبارح وجامعه عين شمس بيحاصروهم وفي مواجهات حاولوا يدخلوا مجموعات من البطاريه. فبالتالي انا شايف ان في حركه في الجامعه متصاعدة، ما هياش الحركة اللي كانت مثلا قبل 25 يناير 2012 تصاعد كبير للطلبة، لكن في بدايات صعود وده أمر طبيعي. احنا قدام هجمة ضخمة من الثورة المضادة بقيادة السيسي، وحالة تفكك وقطاعات كبيرة من القوى السياسية تحالفت تماما مع الدولة، وبالتالي فقدنا قواعدهم الطلابية اللي خدوا موقفهم السياسي. ممكن يبقى في قواعد طلابيه من هذه الاحزاب مختلفه مع مواقف احزابها، فدي تبقى معانا في الجبهه لو هم موافقين على مشروع سياسي ومختلفين مع الاحزاب على قصه محاربه الارهاب والموضوع ده. النقطه الثانيه، موضوع الطرح حوالين ثوره وانقلاب. هو في الحقيقه احنا مش بنقول انقلاب بالمعنى المفهوم، المعنى اللي بيتقال من تيارات الاسلام السياسي. احنا بنشوف في اجراءات انقلابيه على ثوره 25 يناير، لانه احنا كنا في مقدمه صفوف 30 يونيو، وكنا بنشوف ان موجه 30 يونيو خارجه عشان تسقط صوت الاخوان المسلمين، وكنا بنشوف ان صوت جماعه الاخوان المسلمين صوت غير شرعي من الاساس، لان الشرعيه بالنسبه لنا مش شرعيه الصندوق، الشرعيه بالنسبه لنا شرعيه الثوره. هل جماعة الإخوان المسلمين كانت منحازة وبتنفذ وتعمل من أجل مطالب الثورة ولا لا؟ هي كانت عكس كل ذلك، وبالتالي هي بالنسبة لنا لا تملك أي شرعية. ومن اليوم الأول تظاهرنا، وكان من يوم أول هتافنا يسقط مرسي مبارك، يعني من 31 أغسطس، من قبل خالص ما نوصل ل 30 يونيو. لكن ما يتم الآن من إجراءات تقودها الأجهزة الأمنية بتمثل انقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير، انقلاب على المساحات الديمقراطية التي انتزعتها الثورة، مش انقلاب على شرعية مرسي اللي الجماهير أصلا خرجت تسقطها في كل الميادين. الحاجة الثانية إنه إزاي نربط بقى ما بين الجامعة والميدان والمصنع؟ مش هنقدر نربط ما بين الثلاث حاجات دول
غير لما يبقى الثلاث حاجات دول بيشتغل فيهم ناس في جبهة. ان الناس اللي في جوه الجبهة الثورية دي جبهة في طريق الثورة، قطاع منهم بيشتغل مع العمال، وقطاع منهم بيشتغل مع الطلبة، وقطاع منهم بيشتغل في الاحياء الشعبية وفي الميادين تحت مظلة سياسية واحدة ماشي بتخدم على بعضها وتساعد بعضها. لو احنا نحاول نفكر مثلا في مظاهرة للحد الأدنى للأجور، أكيد الطلبة هيبقى جزء من هذه المظاهرة، وأكيد قيادات عمالية هيبقى جزء من هذه المظاهرة، ونشطاء سياسيين هيبقى جزء من هذه المظاهرة. الكلام ده يتم في إطار سياسي عام، مش إنه مجرد تنسيق لحظي هنعمل مظاهرة فلسطينيين ثوريين ينسقوا مع 6 إبريل مع مش عارف إيه ونعمل المظاهرة وبعد كده خلاص كل واحد أو كل مجموعة ترجع لنشاطها اليومي اللي بتعمله الخاصة بيها. ده في اللحظة الحالية أعتقد أمر صعب جدا، وانه فعلا توقيت بنى هذه الجبهه والاعلان عن هذه الجبهه في غايه الاهميه في هذه اللحظه الحرجه والخطيره من عمر الثوره المصريه. طبعا متفق مع كل الزملاء انه احنا في لحظه خطوره شديده على الثوره المصريه. بكل وضوح السلطه تريد محو 25 يناير، حتى مجرد ذكر الاسم انه حد يطلع في التلفزيون يقول 25 يناير، عارف حتى لو هيشتم يعني حتى لو تشتم ما تقولش 25 يناير، ما اشتم وخلاص، قول الناس اللي طلعوا قبل كده. يعني لانه بيراد الان انه كل اللي تم 25 يناير ده يتمسح باعتباره مؤامره. وانا لسه جاي في العربيه كان بيقولوا ثوره 19 وثوره 52 وثوره 2013 كده يعني ثوره ما اعرفش ثوره 2013 بس هي كده يعني دلوقتي. فاصبحنا في ثوره 2013 المجيده، والراجل اللي كان بيتكلم في الراديو في التاكسي كان بيتكلم انه ثوره 30 يونيو وشهداها الابرار من افراد القوات المسلحه والشرطه. والله العظيم مش بهزر، في التاكسي في المترو في المترو في البتاع الزفت الراديو بيقول ثوره 30 يونيو وشهداها الابرار من افراد القوات المسلحه والشرطه. طيب ثوره وعندها شهداء ويطبقوا القصاص طبعا. اعدموا بقى الكتاتني واسمه ومرسي، وهي دي وزاره العداله الانتقاليه، واحنا بنبدا من هنا. لا، في خطر كبير على الثوره ولازم ان احنا ننتبه له، واحنا مش في اي رفاهيه انه كل واحد يقول لك انا هشتغل لوحدي او انا هحبط وهقعد في البيت وخلاص. لا، ده احنا لازم نلم على بعض. السلطة خدت معاها قطاع كبير من الأحزاب الانتهازية، تحالف معاها الإعلام. زميلنا اللي كان بيسأل حوالين الإعلام اللي بيغطيش احتياجات الطلبة، النهاردة كان بيتم الإعلان عن جبهة ثورية ماشي، ولا قناة من التلفزيون الخاص أو التلفزيون الحكومي. موجودة قناتين من قنوات عربية أجنبية، يعني قنوات عربية من بره. حتى الإعلام الخاص. حتى الإعلام الخاص، كله بقى عكاشي، أنا قلت كان كله بقى تلفزيون عكاشي. فطبعا لانه بقى الاعلام تحت سيطره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه، تحت سيطره الثوره المضاده، مش عمره ما هيغطي اعتصام كلية الاقتصاد اللي رافع شعارات ثوريه، عمره ما هيغطي ندوه زايدي، عمره ما هيغطي اعلان جبهه بتتحدى السلطه العسكريه. لا، هو هيطلع يقول 30 يونيو وشهداء الابرار، العنصريه والاضطهاد. طبعا قبل ما يبقى فيه عنصريه واضطهاد للفلسطينيين والسوريين تحديدا، وطبعا لفئات اخرى من الشعوب العربيه او جنسيات اخرى، تغذيه العنصريه والاضطهاد داخل مكونات المجتمع المصري من قبل الثوره المصريه بادئ من بدري قوي، بادئ من وقت حالات العنف الطائفي الواسعه اللي تمت خلال الفتره من 2009 لحد 2011. الفتره دي كانت بتشهد صعود كبير جدا في وسط الحركه الاجتماعيه وفي وسط الحركه الطلابيه. شفنا تصاعد واسع في العنف الطائفي ما بين المسيحيين والمسلمين بدعم وتأييد وتنشيط من قبل سلطات الدوله المختلفه. شفنا الدوله نفسها بترتكب جريمه في كنيسه القديسين عشان تمرر قانون الطوارئ. تحت اللاجئين السودانيين في 2000، وهد كنيسه العمرانيه، الشرطه اللي هدت كنيسه العمرانيه مش المسلمين، راحوا ديسمبر في ديسمبر 2010. فاولا الثوره المضاده والسلطه والنظام الحاكم من مصلحته طول الوقت انه الجماهير تبقى بتتخانق مع بعض مش بتتخانق مع السلطه.
ان المسيحيين والمسلمين يضربوا بعض، انه في المناطق الصناعيه مثلا يقول لك السويسه والفلاحين، في الشركات والمصانع اللي من بحري واللي من قبلي، دايما بيبقى هدفهم ان الجماهير تضرب في بعض. جزء من اللي بيحصل دلوقتي فيما يتعلق بالسوداني بالفلسطينيين والسوريين متعلق بانه الثوره العربيه، الثوره اللي هي امتداد جغرافي. الفلسطينيين طول الوقت طبعا كان التحريض ضدهم من قبل النظام بسبب الانتفاضه، انتفاضه فلسطينيه مقومه لكل الجامعات المصريه، يبقى انا لازم اشغل عكاشه يقعد يقول الانفاق وغزه اللي بتسرق السولار ومش عارف ايه، انه هؤلاء اعداء وبيخربوا الدوله المصريه. علشان اللي حصل بحاله التضامن الواسع من جماهير الشعب المصري مع الانتفاضه الفلسطينيه ما تتكررش تاني، وعلشان احنا لو هزمنا سلطه حاكمه، لو اتهزمت الانتفاضه الفلسطينيه ولو اتهزمت الثوره في تونس او في مصر، ده بيترتب عليه هزيمه كل مشروع الثوري في المنطقه العربيه، فهي عمليه واحده. فبالتالي الهجوم على الفلسطينيين والهجوم على السوريين جزء من هجوم هذه السلطات المختلفه يعني المتنوعه والمتحده، سواء كان خليج العربي او السلطه في مصر او في سوريا او في العراق او في اي منطقه في المنطقه العربيه. الناس دي في الامارات بيتفقوا مع بعض ازاي يجهدوا الثورات العربيه. جزء من اجهاد الثورات العربيه انه الشعب المصري يبقى بيعادي الفلسطينيين والسوريين والاجانب بشكل عام. اي صحفي اجنبي ماشي في ميدان التحرير معاه كاميرا، مراسل لرويترز مثلا، تبص تلاقي الراجل مات ضرب. يعني ايه ده جاسوس؟ هو لما تبقى المخابرات عامله فيلم بتذيعه على كل يوم في التلفزيون، الحق الاحسن الجواسيس مالين البلد، فيخلي الناس تتجنن في الشوارع. اي واحد ماشي عينيه زرقاء ماشي بسكوت يقتلوه، الاحسن ده جاسوس بيشتغل لصالح اسرائيل. ده بيبقى مقصود، لانه انه انه بدل الجماهير ما بتتحرك ناحيه عدوها الرئيسي، فانا بخلق لها عدو وهمي. العدو الوهمي ده ممكن يبقى جواسيس ايرانيين، اسرائيليين، بطل الفلسطينيين بيخربوا البلد وبيجوا بينزلوا في النفق يطلعوا في احمد حلمي هنا. ف طول الوقت انه الحرب على الارهاب، ما دي كلها اعداء وهميه. بدل ما الناس تبقى شايفه عدوها الصريح والواضح مؤسسات الثوره المضاده ورموز الثوره المضاده والنظام والاجراءات اللي بيعملوها، تروح في حته تانية خالص، تشوف بقى ان السوريين والفلسطينيين هم المشكله، تشوف انه الارهابيين هم المشكله، لكن النظام اللي بيحكم ده نظام محدش يقرب منه. فده مقصود، وواجبنا ان احنا نتصدى لهذه الدعايه ونتصدى لهذه الممارسات. يعني اذا كان في طلبه سوريين، وانا عارف انه كنت في زياره مؤخرا لاسكندريه وعرفت ان زملائنا هناك متضامنين مع طلبه سوريين حاولت اداره كليه من الكليات تغلس عليهم، ده هيبقى جزء من برنامج الحركه الطلابيه المصريه. كل الجامعات اللي فيها وافدين عرب ايا كانوا بيمارس ضدهم اي عنصريه، جزء من نضالنا في الجبهه الثوريه وفي الحركه الطلابيه وفي الشاركين الثوريين هو الدفاع عن حقوق هؤلاء الطلبه في اطار المشروع الثوري العربي ككل، وفي اطار مواجهه الثوره المضاده. مش هنسمح بالخدعه دي تمرر علينا. فدي حاجه اكيد لازم ناخدها. هيبقى عندنا مشكله انه الاحزاب الليبراليه واليساريه المصريه شايفه برضه ان اللي بيتم في سوريا كله مؤامره، كله على بعضه مؤامره. ماشي؟ والجامعات اللي بتتقصف والمدن اللي بتباد وكذا، كل دي مؤامره اجنبيه. احنا لا ينبغي ان احنا نخضع لهذا الراي او الابتزاز ده، ونتضامن ونقف الى جانب كل الطلبه العرب الوافدين، خصوصا الفلسطينيين والسوريين تحديدا اللي بيتعرضوا لاكبر هجمه، وده يبقى جزء من برنامج الجبهه وبرنامج الحركات الثوريه جوه الجبهه.